التاسع من شروط الصلاة. زتنياو يا صلاة مسفرت. نعم. إزالة النجاسة. إزالة النجاسة. وشاشة ما سوقر نجاسة النجر ما سوقر كأكا. لابد أن تزيل النجاسة عن ثلاثة أشياء. قشاشان كصوتنا جوش ليل الناس نجاسة نجاسة ها صوتنا جو أكل أنا جوش ليل الناس قيد يقدين لنا عن البدن كأكلاتين والثوب كلبساتين والمكان الذي تصلي فيه هم من سجد بات بوت عليك قشاشان الناس قيد يقدين فلو صلوا على بدن نجاسة أسونا تلايك نجاسة يالا بنسجد أو على ثوب نجاسة ويترق لي نجاسة يالا بنسجد أو في مكان نجس وي كعند همي سجد بطبوت علي نجاسة نجر يالا بنسجد عالما بوجود النجاسة إياوك نجاسة السليم نور من كاتو ذاكرا النجاسة نجاسة منور إياستاوس واستطاع لإزالتها لما سوجد لما كلاتي يتشال وصلى بالنجاسة في الصلاة باطلة زنبلو صلاة سجد صلاة ودكناه لكن لو صلى وهو لا يدري عن النجاسة واكتشف وجود النجاسة بعد أن أتم الصلاة فالصلاة صحيحة نجرق نجاسة منور سائر صلاة سجد وبيترس السو نجاسة تشكمه كسجد بها لا بيستوز صلاة صحيحة